عقدت جمعية الهلال الأحمر المصري مؤتمرا صحفيا بشأن آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأعلن الهلال الأحمر استقبال 450 طنا من المساعدات الإنسانية من خلال 35 سيارة. يأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر ومختلف الدول لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. من جهته أعرب السفير الكويتي بالقاهرة غانم الغانم عن شكره للهلال الأحمر المصري لإيصاله المساعدات إلى قطاع غزة. قمنا حتى الآن بالمساعدة من قبل الهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية بتيسير 28 رحلة جوية احتوت على تقريبا 850 طن مساعدات متنوعة، مواد إغاثية، مواد غذائية، مستلزمات طبية، معدات طبية، سيارات إسعاف. كان بصراحة إيصال هذه المساعدات تم بشكل سلس وبتعاون صراحة عالي المستوى من قبل أشقائنا في مصر ومن الهلال الأحمر المصري والسلطات كذلك في العريش. واليوم نقوم بتدشين قافلة إلى العريش مكونة من 35 شاحنة تحتوي على 500 طن مستلزمات طبية وإغاثية وغذائية إلى أشقائنا في غزة. استمرارا طبعا من الدور الانساني اللي بتقوم به جمهوريه مصر العربيه والدور المكلف به جمعيه الهلال الاحمر المصري نحو استقبال واستلام وتنسيق عمليه المساعدات الانسانيه، سواء كان بالمجهود الجوي او المجهود البري او من خلال البحر، برضه بياتي في هذا الصدد التعاون مع الهلال الاحمر الكويتي في استقبال وتجهيز المساعدات اللي هيتم شحنها عن طريق 35 شاحنه باجمالي 400 طن الى العريش. عايز اقول ان الهلال الاحمر المصري بينص مع جميع جمعيات الهلال والصليب في المنطقة وفي العالم من أجل برضو تحديد الاحتياجات، التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني عشان نشوف الأولويات بالشكل السليم. كل دوت بيتم منذ بداية الأحداث حتى هذه اللحظة.